شك ان اسبوع جايتكس التقنيه بات اليوم الحدث التكنولوجي الابرز ويمكن الاكبر على مستوى المنطقه باعتباره منصه فريده لعرض احدث التقنيات والحلول الرقميه المبتكره، وايضا منصه لتبادل الخبرات بمشاركه كبرى شركات تقنيه في العالم. جناحنا اليوم في جايتكس مع الهويه المحدثه لاي اند يتضمن العديد من الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة، وصرينا أن نستقطب أحدث التقنيات التي تسهم في تغيير تجارب العملاء إلى الأفضل سواء على مستوى الأفراد أو على صعيد قطاع الأعمال. على سبيل المثال اليوم عروضنا في الميتافيرس، عندنا عرض الميتافيرس الخاص بتجسيد مركز أعمال الشركة في واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد، حيث يمكن للمستخدمين محاكاة الواقع والدخول إلى مركز أعمال الشركة في عالم الميتافيرس وتجربة البرودكتس وتجربة الهاندسيتس وأيضا شرائها في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد بشكل وأسلوب مبتكر. أيضا نعرض هذا العام تطبيقات وحلول جديدة تختص بالجيل الخامس المتطور والتي تهدف مش بس قطاع الأفراد ولكن أيضا قطاعات مثل قطاع الصناعة، قطاع التعليم، قطاع الصحة والمدن الذكية وغيرها. عندنا كثير من الحلول التي تسهم في تغيير وتقديم الحلول لعديد من المشكلات في هذه القطاعات اللي ذكرناها.